موجوع؟ مش هقول لا، بس انا بقول قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله على كل شيء. ربنا هو اللي بيقدر كل شيء للبني ادم. فانا من طبيعتي يعني لو اي حد زعلان مني، مش هتكلم على حد بعينه او نادي بعينه، اي حد زعلان من حسام عاشور انا بقول له طبعا انا بتاسف ليه. انت عايز تعتذر لحد؟ اعتذر لحد؟ عايز تقول لحد انا غلطان، حقك عليا، ما كانش قصدي، ما حسبتهاش صح؟ هو يعني يعني الناس عارفه ان انا عمري ما عملت مشكله في النادي الاهلي، ده صحيح، وعمري ما اتكلمت في اي حاجه، ولا في تجديد ولا خناقه ولا اي حاجه خالص. الناس عارفه عمري ما كان لك شروط وانت بتجدد، ولا الفلوس كذا، انا ولا كنت كذا. انا الوحيد، انا اللعيب الوحيد، ومش شكرانيه في نفسي والله. انا اللعيب الوحيد اللي كنت بمضي في يومين. في يومين يعني ايه؟ يومين يعني مثلا يقول لي انت هتاخد كذا النهارده، تاني يوم اجي امضي خلاص يعني. يكلمك النهارده، ولو العقد معاه تمضي في ساعتها. امضي في ساعتها. ولا بقى مثلا اقول له لا اصبر، لا الفتره اللي جايه، لا مش عارف انا جاي لي عقد منين عشان ازود العقد بتاعي. خالص، انا لعيب في النادي الاهلي، والنادي الاهلي ده بيتي، واللي شايفه صح ليا او للنادي هيتعمل طبعا. النادي الاهلي مازال بيتك طبعا. وانا كنت مبسوط قوي لما رحت النادي مع حضرتك، كنت مبسوط جدا. وكان ساعه الموضوع بتاعي ده ما كنتش دخلت النادي الاهلي الا مره. قلت لي مره مع بنتك كده، مع بنتي. خدت دقيقه وجريت، دخلت. بس الناس كلها كانت مبسوطه يعني. فكنت فرحان قوي.